السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أجوان معتدلة الليلة والرياح شمالية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 28 كيلومتر ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، حالة جوية مرتقبة إن شاء الله من أمطار الخير تبدأ معانا من مساء يوم الغد، راح تستمر معانا على فترات حتى مساء يوم الأحد، شدتها بشكل عام ما بين الخفيفة المتوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق. لمزيد من التفاصيل تابع بقية النشرة. أجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواءنا غائمة جزئيا، الرياح جنوبية شرقية سرعتها بشكل عام 5 كيلومتر في ساعة، درجة الحرارة الحالية 16 درجة مئوية. وأيضا أعزائي المشاهدين، بشكل عام توقع أجواء ممطرة إن شاء الله ابتداء من مساء يوم الغد، واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية متوقع نشاطها على فترات قد تصل سرعتها لأكثر من 50 كيلومتر في ساعة، مثيرة الغبار على بعض المناطق لدى النوه مرتادي الطرق السريعة. والحداق نأجل أي نشاط بحري خاصة يومي السبت والأحد، وبعد ذلك من مساء يوم الأحد راح تقل فرص الأمطار تدريجيا، البحر راح يكون عالي ما بين 2 إلى 6 أقدام بشكل عام. لذا مرتادي البحر والحداقة نأجل أي نشاط بحري، حالة جوية إن شاء الله مرتقبة من أمطار الخير خلال الأيام المقبلة بإذن الله، ودرجات الحرارة أعزائي المشاهدين بشكل عام العظمى متفاوتة ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية في مدينة الكويت، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، ولكن قد تقل عن ذلك في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت ما بين 11 إلى 14 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، فرص الأمطار إن شاء الله راح تبدأ معانا من مساء يوم السبت وراح تستمر حتى مساء يوم الأحد، من يوم الاثنين تقل تدريجيا وحالة جوية أخرى إن شاء الله مع نهاية الأسبوع المقبل. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستديو.